ما ترونه الآن، كل شيء صريح اليوم بعد يقول إن شاء الله تعالى الموضوع، ما ترونه الآن من فرح الناس بهذه الطريقة فقط لمرور الفريق ديال الوطني ديال كرة القدم لدور 16، هذا أكبر دليل على أن المستوى الكروي ديالنا مازال صغير. فهنا يعني مثلا نقول دولة أهلاب دور 16 من الدول اللي كرويا عندها تاريخ، الناس فرحات ماشي ما فرحاتش، هذا فرحات الناس في دور 16 يعني باش تغلب على ثلاثة ديال الفروق معاك مجموعة وقبل منها باش يدوز مثلا عام سيدي التأهيلات وكذا، انت راه بزاف الناس فرحات، لكن ماشي هذا الفرح اللي فرحاني أنا. هذا طبعا كما كان الحال واحد عدد كبير فيكم باش يقول لكم، واحد عدد كبير فيكم كان باقي ما ولاش حتى مشروع عند والديه ملي تأهل المغرب أول مرة 1986 للدور 16، وقعنا نفس الفرحة وخرجوا الناس وكذا إلى آخره، ووقع الذي وقع في تقسيم على ألبانيا مشروع إضافي واحد زائد. فهمنا؟ لكن اش وقع؟ اش وقع؟ الحمد لله يعني كتعاود هذه واحد 40 سنة، الحمد لله كنا فريق شاب ومزيان وإن شاء الله تعالى غنلعبوا أدوار طبيعية في المنتخب. راه ملي غادي تسارع وهذا أنا كنتكلم عليه من باب الجانب الثقافي ليس من باب الجانب الكروي، باب الجانب الثقافي. الثقافة في الدول المتخلفة يسموها بشكل طيب وزهور وحلو لمن يعطي تيقول لك الدول في طور النمو او الدول الناميه، يعني ممكن الدول المتخلفه ما كتبقاش عندها ذاك الاتقان والاحساس لدرجه الذهاب في المشروع الى غايته ونهايته. هذوك الدول الاخرى اللي فرحوا مثلا الناس ديالها فرحوا انهم دازوا الدور 16 لكن عينهم على المقابله النهائيه والفوز بالكاس. انا اعتبرش كله راه له، راه ما كنناقش شي، راه كله غير له، لكن كنقول على الجانب الثقافي في المساله. انا لا استكثر الفرح على احد، ما ترونه الان من فرح الناس بهذه الطريقه والمنبهات ديال السيارات والكلاكسونات وكذا وكذا، هذا راه ليس في حقيقه الامر فرح بذلك التاهل، انما هي رده فعل من بعد واحد ضربات كثيره تلقاها المجتمع من جراء مجموعه من الازمات. اخرها أزمة الغلاء الأسعار، هذا آخرها مش أولها، آخرها أزمة الغلاء الأسعار. فالناس شيء يلقاو واحد شوية الأكسجين أخيرا شي حاجة شي شوية كتفرح، واخا اللعب واخا هذوك الدراري هما اللي لاعبين هما اللي غيمشيو البريمات واخا، المهم شي حاجة فيها راية وفيها حنا ودرنا إنجاز وحنا نفرحوا. طبعا دخل فيه الجانب الإعلامي بشكل قوي جدا، لأن عندنا شباب اللي فازوا ورفعوا الراية ديال البلاد في مجالات تستحق التنويه، إما في المجال العلمي، إما في المجال يعني العلوم التجريبية، إما في مجال القراءة، إما في مجال الاختراعات، إما في المجال ديال القرآن الكريم الذي صار بشكل يعني تقريبا يكاد يكون عاديا أن يفوز المغاربة ذكورا وإناثا بالجوائز العالمية في القرآن الكريم تحبيرا وتجويدا وترتيلا وحفظا. لكن هذا لا يسلط عليه الإعلام، يعني الآن فرق ما بين أنك تدوز دور 16 كأس العالم كرة القدم وما بين أنك تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة العالم للقرآن الكريم قدام 192 دولة، عفوا قدام 72 دولة. فرق أنك تكون لعبتي وتنافسي مع ثلاثة الفرق في المجموعة ديالك، مثلا ما كتنافسش مع 32 فرقة، كتنافس مع ثلاثة الفرق في المجموعة ديالك، وكتنافس مع فرقة في التومون في الويتيال، وكتنافس مع فرقة في الربع، وفرقة في النصف، وفرقة في النهائي، هادشي لو وصلتي تدخل. وضرب معايا العدد ديال عندك التومون الربع النصف النهائي أربعة وثلاثة الفرق، يعني سبعة الفرق اللي لعبتي معاهم. لكن ملي كتكون دوزتي الجائزة العالمية للقرآن الكريم وقدامك اللجنة، أنت راك تنافسي مع جميع الممثلين ديال 72 دولة. واش القارب بين الإنجازات؟ لكن شنو هو اللي خلى هذه المسألة؟ كثرة الضربات والأزمات التي تلقاها الناس مع ما يتم شحن الناس به إعلاميا، بل أكثر من هذا تم شحن الناس من الجهة الرسمية. ما عرفتش علاش كون عندكم، كان عندكم كور اليوم في العشية؟ لا رسميا، رسميا كان عندكم كور ولا كان عندكم سهرة؟ شكون اللي كان قاري هذه العشية؟ رسميا كان عنده كور هذه العشية. واش اليوم كانوا سهرة؟ اليوم كانوا قاري. طيب واش قالوا لكم راه ممكن أنكم تمشيو؟ تفضل. لا الصراحه كاين اللي قالوا كاين اللي ما قال لهم والو عارفينهم غير، وكاين اللي خرجت سيركيلار رسميه يقولوا الدراري انه اليوم راه غادي تسالي القرايه مع ثلاثه. فهنا
انا كنقول لك ما يتم شحن الناس به وفي نفس الوقت الناس تتعطش لواحد الانجاز واحد الحاجه كيبان لها المتنفس اللي كاين هو هذا. لذلك ملي تشوفوا الناس فرحانين وناشطين بلا ما يخرج لينا شي واحد فيه زاد القفوز، يعني انا اقول هذا دغدغه لمشاعر الجماهير نهائيا. اخر حاجه كتهمني هي مشاعر الجماهير. انا عارف الجماهير اليوم تهزت الى اعلى عليين غدا تهزت الى اسفل سافلين، غير ما قلت لها شي حاجه ما عجبها هو غتلقاو غدا غتلقى واحد الفيديو فيه تسالا كنهضر فيه على قضيه القلق المروه ديال العيالات اللي ولاو مجمعين في القهاوي كيتفرجوا في الماتش. وقال دوك العيالات اللي كانوا استاذ ياسين تبارك الله عليك وكذا الى اخره، اللي ما غاتعجبهاش هضرتي غتضرب خيك اسفل سافلين. وما تهمش هضره في المشكل ما كاينش الحق يعلو ولا يعلو. كانت المراه اللي كتقول لها راه سمراء ما كتخشاش وتطلب جاج القهوه. فينا حسنات هضر. نطولوا نقصروا، حنا عندنا مرجعيه سميتها الشرح يا سيدي ربي. شرح سيدي ربي الحق. وماذا بعد الحق الا الظلام. اما المراه هزه راسها من هنا بوحدها لا محرم ولا يحزن وغادها سيدي مباشر. هنا عندنا خلل في الميزان كلها الشرطه. ومع ذلك كنقول لك ما يخرجنا شي واحد راسه مربع يقول لنا لا عباد الله ما تفرح انا لا استكثر على الناس فرحهم علاش؟ لانني اعلم يقينا ان تعبير الناس عن هذا الفرح الان راه ليس متعلقا بالرقم بالضروره رقم واحد متعلقا بالكره. الموضوع اكبر من هذا واعمق. اكبر من هذا واعمق بكثير جدا. لكن لا يا ليت قوم يعلمون. لكن دابا قد وقت الله خارجه ناشطه وفرحانه ما تجيش انت وتشسك في عينها وتقول لهم لا سميتو وهذا الشيء غير اللهو واللهو والهضره الخاويه الى اخره. ماشي دابا. وقت الكلام العلمي والتفصيل العلمي في مجموعه من الظواهر ليس الان. الناس ناشطه والوقت اللي كتقول الجماهير تفور بجهه العاطفه من السفه ان تخاطبها بمنطق العقل والحكمه. لن يستمع اليك احد بل سيسفه كلامك حتى ولو كان كلامك منطقيا واقعيا. اذا دابا عباد الله ناشطه فرحانه غنقول لعباد الله الفرح ديالك ما يخليكش ما يدفعكش انك ديري شي حاجه اللي هي منكر. ماشي حيت انت فرحانه وناشطه حيت الماتش فرحانه ناشطه ديري طاجين في داركم وعيطي لاصحاباتك. اما حيت فرحانه حيت الماتش عيطي لاصحاباتك وتجمعوكم وبيه وتهبطوا تخلطوا لينا انتم مع الزعام ديال الزنقه. وتوليو سميتو كذا وجاي داخل داركم تجي تصبح راح قالك لنا وداك التصاور كله محطه في انستغرام الى اخره. هذا ليس من الفرح شيء. هذا قلت الحياه وقلت الكلام. داري خارجين فرحانين وكذا الى اخره، اي ولكن انت تجي توقف تسد واحد الطريق في الوقت اللي انت فرحان بالماتش راه كاين واحد الاسره ما فيقاش الماتش من النعاس عندها دري يكاد يموت وجايه السياره في الاسعاف وخاصها تمشي تعتق هذاك الوليد. الماتش ديالك انت والدنيا كلها ما كتساويش لحظه اللي غادي تفيق فيها هذاك الوليد حي وربما يقدر يمشي فيها ميت. ملي كنهضرو على قضيه الفرحه ما كاينش اشكال ليفرح الناس، غير هو عاوتاني لا تطغينا الفرحه فتخرجنا عن دائره الحد الادنى للعقل. فرح ما كاينش اشكال، قام بمشكل ما انا نعرف انا احسن الدوله قالت لك فرح. وزارة الدولة قالت لك فرح. ولا لا؟ انا عارف احسن من الحكومه. فهمنا ولكن عاوتاني راه سيدي ربي اللي قال لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو نفسه سيدي ربي على لسان قوم قالوا لي لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الفرق بين الفرحه الاولى والثانيه هذا فرح مشروع وهذا فرح ممنوع. علاش ممنوع؟ لانه اخرج صاحبه من دائره الطاعه او على الاقل من دائره المباح الى دائره المعصيه. فاي فرح يخرج صاحبه من دائره الطاعه او المباح الى دائره المعصيه فهذا فرح ممنوع داخل تحت قول الله عز وجل لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اي هذا النوع من الفرح. واي فرح يحمل صاحبه على ما هو مباح على الاقل او على ما هو طاعه يدخل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير.